السلام عليكم. طلابنا نبدأ بالفصل السادس شابتر 6 اللي هو سترول كومبلكشن، عملية أو رص التربة ودمك التربة وحد التربة. هذا العمل اللي يشوفوه بالحقل، الحادلات هذه اللي تمر في الطرق وفي الساحات، الحادلات هذه الداميكات تمر حتى تدمك التربة. خلنا نفتهم ناخذ فكرة على أقراب بشكل سريع وأعطيكم الفكرة مالته. In the construction of traffic pavement, embankment, earth dam, and many other earth structures, loose soil must be compacted to increase their unit weight due to partial expulsion of air void. هذا اللي يعلمون. في بعض الأحيان تكون التربة في الحقل أو في الأعمال، إحنا نحتاج نسوي طبقات ترابية في الطرق، في السدود، في أعمال الطرق، في السدود، اي اعمال ترابيه يحتاج انه التربه اما نجيبها من المحجر من المقلع ونحتلها في طبقه معينه على في شارع، في طريق او في ساحه، او تكون تربه مرات تكون ضعيفه لان في المشروع احتاج ادمكها فعمليه الدمك هي انه اللوز سويل يجب ان تدمك حتى نزيد اليونت ويت مالتها، نزيد الكثافه مالتها. هذا ناتج من شنو؟ من تقارب الحبيبات. لاحظ هاي التربه هنا لوز رخوه او ضعيفه تدمك، تنطرد بعض البقعات الهوائيه تتحول الى تربه كثيفه، شوف الكثافه زادت، قلل الحجم، فالكثافه تساوي الوزن على الحجم، الوزن هو الحجم قل، اذا نزيد الكثافه. To process compaction inside loading applied to a soil layer by appropriate equipment in order to adjust soil grain. إذا عملية الدمك تتم عن طريق تسليط أثقال أو تحميل معين إلى طبقة ترابية، آلة معينة طبعا بالمختبر، آلة خاصة المختبر وبالحقل، الحادلات اللي شايفها المعدات الثقيلة. هذا ايش راح يسوي؟ عملية ريادجست سويل جرينز، يساعد في عملية إعادة تنظيم الحبيبات وتزيد الكثافة. And increase dry density قلنا، and that will improve the following characteristics. نزيد الكثافة تتحسن خواص أخرى، شنو هي؟ increase the shear strength. من تزداد الكثافة التربة تكون أقسى، وبالتالي الشير سترينث تزداد، مقاومة القص. increase bearing capacity. مقاومة التربة الأحبال تزيد، ما تصير أقسى. decrease void ratio. قلل نسبة الفجوات، نسبة الفجوات تعتبر صفة سيئة. نعم، من تقل نسبة الفجوات ايضا التربه تزيد قساوته. decrease settlement and decrease permeability. اذا احنا التربه ندمكها الاحمال نسلطها بعدين ما تخليها يصير بها هبوط مثل ما كانت قبل الدمك. يعني يقلل من عمليه او من ظاهره السيتلمنت، عمليه الدمك تقللها. control small shrinkage. بعض عندنا انواع التربه الطينيه يصير بها انكماش، فتقلل من ظاهره الانكماش او تقلل من قابليه التربه على الانكماش. شوف لاحظ اولادي هنا، شوف نعم، شوف لاحظ هاي مثل ما قلنا اولادي، هاي التربه قبل الدمك نو كومباكتد او نون كومباكتد، غير مدمكه غير محلوله، هاي كومباكتد وشاحت لكم اياها. نعم، اذا نجي اولادي طبعا من نريد نعمل عمليه دمك بالحقل، دح يعني حدل راس، نعم لازم نجيب عينه نفحصها نشوف قابليتها للدمك. نعم، عمليه الفحص او اختبار التربه في المختبر هو اختبار لابوراتوري اور بروكتر كومباكشن تيست، اختبار دمك بروكتر او اختبار او تجربه بروكتر او الدمك المختبري. نعم، هنا اولادي في الواقع اكو هناك مواصفتين، خلينا نقول نعم، ستاندر بروكتر تيست اختبار او تجربه بروكتر القياسي، والموديفايد بروكتر تيست تجربه بروكتر المعدل. طبعا الفرق مالتهم الموديفايد طاقه الدمك اكثر، فتعطينا عمليه دمك اقصى، معناها الكثافه الحصريه تكون اعلى. نعم، هذا طبعا احنا نجري الاختبار بالمختبر او التجربه، بس اعطيكم الفكره بشكل عام. نعم، حتى شويه لاحظ مني هاي هنا، انا اعطيكم اياها الفكره اولادي. عمليه الدمك تتم عن طريق معدات تتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه. نعم،
الـ الـ او جزء رئيسي هو، وفي اجزاء ملحقه ان شاء الله اشوفها من المختبر، عباره عن قالب قياسي، نعم الى ابعاد قياسيه اسطواني هو، حنشوفها بالسلايد الجاي شنو القياسات او الابعاد القياسيه، ومطرقه ساقطه، مطرقه ساقطه هي عباره، اولاد العفو، نعم هي عباره المطرقه الساقطه، لاحظ عندنا فد محور تنزلق عليها المطرقه، نعم ما اسف شويه، نعم تنزلق عليه تصعد المطرقه الى حد هنا وتنزل على الطبقه الترابيه داخل القالب، واضح؟ شلون ندمج كم طبقه؟ شنو وزن المطرقه؟ اذا هذا المولد وهي الطبقه الترابيه سوي الليار، هذا ارتفاع المطرقه الساقطه يصعد وينزل، عمليه دمك تحصل على هاي التربه المدموكه، الحجم مالتها معروف حجم القالب، وزن التربه هو كل ما يكون وزنها اكثر تندمك اكثر تعطينا كثافه اكثر، فنال كثافه الكليه ايش تساوي لنا؟ اذا ما توتر الوزن الكلي، العفو هاي اسف نعم الوزن الكلي، نعم نرجع نعم الوزن الكلي على الحجم الكلي، هنا مو دبليو، يعني دبليو توتال صلحوا اولادي على في توتال، كثافه تسوي الوزن على الحجم، طبعا هنا الكثافه الكليه نحولها الى كثافه جافه، نعم نحولها الى كثافه جافه، هاي شويه الحساسيه مال، نعم نحولها الى كثافه جافه، من معرفه المحتوى المائي، احنا قلنا المحتوى المائي وجود المي ياثر على المندمج، فاحنا بالمختبر راح نسوي عده محاولات نغير المحتوى المائي ونحصل على افضل كثافه، حنشوفها بالسلايد اللي بعده، فاذا نحصل على كثافه جافه اولادي، نعم هنا اولادي، شوف اولادي قبل ما نروح نشوف العلاقه هذه اللي قلنا عليها بين المحتوى المائي والكثافه الجافه، شوف هنا الوحده من المواصفات لعملية الدمج الستاندر بروكتر تيست، دمك بروكتر القياسي بهاي المواصفتين اي اس تي ام هالقد دي 698 او اش دوت تي 99. الاولى شوف هنا أنا مع الاسف بعض الارقام صايره عربي وبعض انجليزي، نمبر اوف لاير كم طبقه نسوي بالقالب؟ ثلاث طبقات، كل طبقه نمبر اوف دروب بير لاير، كل طبقه نضربها 25 ضربه، عدد الاسقاطات الضربه الواحده، ويت اوف امر وزن المطرقه، وزن المطرقه ايش قد هنا اولادي؟ 24.5 حوالي كيلو ونص، 2.5 كيلو جرام بالنيوتن هذه، ارتفاع المطرقه من صعودها الى نزلها 30.5 سنتيمتر حوالي قدم فوت واحد، حجم القالب 944 سنتيمتر، اشتو لا القالب هنا يكون اكبر، بالمناسبة 944 القالب اللي يكون عادة القطر مالته 10 سنتيمترات، بينما اشتو يكون قطرها قطر القالب 15 سنتيم، وعادة القالب الصغير نستخدم تربة عابرة من غربال 4.75 ملم، وتكلمنا على احجار الغرابيل، اما المواصفة اشتو لا نستخدم قالب اكبر، قلنا قطر 15 سنتيم، والتربة تكون عابرة من غربال 19 ملم. اما اذا نجي الموديفايد بروكتر تيست، تجربه بروكتر المطوره او المعدله، طبعا هذه عاده تكون الطاقه اكبر، شوف حتى عدد الاسقاطات، عدد الطبقات الترابيه 5، عدد الاسقاطات 25، وزن القالب اما وزن المطرقه اكبر 4.5، ارتفاع المطرقه اكثر 45.7 سنتيمتر، حجم القالب هنا ايضا نفس الشيء يعتمد اذا كانت عابره تربه خشنه من غربال 4.75 نعم، واذا تربه لا تكون اخشن عابره من غربال 19 ملي نستخدم هذا القالب اللي هو حجمه 2124 نعم اولادي، اذا هنا اولادي نعم هنا اولادي نجي هذا اللي قلنا عليه ووتر كونتينت دراي دنسيتي يونت ويت ريليشن شيب، العلاقه بين الكثافه او يسموه بروكتر
كومباكشن كيرف، نعم، او نسميه بروكتر كيرف، علاقه وتركونتيند راي دنسيتي يونت ويت، علاقه بين المحتوى المائي والكثافه الجافه. نعم، شوف هنا، لاحظ اولادي، لاحظ هنا اولادي، شوف هنا اللي قلناه انه بالبدايه من تضيف الماء هذا الوتر كونتينت وهاي الكثافه الجافه، من يزيد بالبدايه يكون الوتر كونتينت قليل، التربه ما لها قابليه على الانزلاق، ما تندمج، تكون كثافه قليله. من يزيد المحتوى المائي تبدا قابليه التربه للدمج والدحل اكثر الى ان توصل الى اعلى كثافه، بعدين زياده الماء تبدا تقل كثافه. ليش؟ النقطة المهمة الأساسية أنه هنا المي من يزداد يبدي تقريبا الفجوات كلها تنملي مي تقريبا، فإحنا عملية الدمج هي طرد الفقاعات الهوائية، فإذا فقاعات هوائية قليلة ما تطلع ما تخرج أثناء عملية الدمج، إذا راح تكون عملية الدمج صعبة وبالتالي الكثافة راح تبدي أيضا تقل. إذا في التجربة نحصل الأوبتيموم ووتر كونتينت، هذا الأوبتيموم هو المحتوى المائي المثالي اللي ينطيني افضل كثافه، او العفو اعلى كثافه، اذا افضل محتوى مائي يعطينا اعلى كثافه، هذه اعلى كثافه اولادي، هاي اعلى كثافه، هاي قادره الماكس، لاحظ اولادي. طبعا انا بشكل عام المنحني الجانب هذا اللي هو المحتوى المائي قليل نسميه دراي سايد، طبعا هو مو دراي دراي بس لانه معنا المحتوى المائي قليل، وهذا الويست سايد، هذا الجانب الرطب. نعم، اذا نجي اولادي، شوف هنا اولادي، لاحظ، شوف طبعا هنا عمليه الدمك اولادي، عمليه الدمك اولادي هنا افضل كثافه نحصلها تعتمد على نوع التربه. شوف هنا علي جرافر من يكون التربه، احنا تصنيف التربه اخذناه، التربه الحصويه عاد اعطينا افضل كثافه او اعلى كثافه، الساند شويه اقل، السبت شويه اقل، اعطينا اقل شيء. ايضا احنا قلنا الموديفايد بروكتر تيست، دمك بروكتر المعدل يعطي اعلى بمحتوى مائي اقل، يعني ميزتين موديفايد بروكتر تيس، دمك بروكتر المعدل هم ينطينا كثافه اعلى وبنفس الوقت في محتوى مائي اقل، وهذا مهم، وجود الماء بالتربه مو صحيح، يعني يعطينا سلبيات. ستاندر بروكتر تيست، بروكتر القياس يشوف كثافه اقل بمحتوى مائي اكثر، فتعتبر موديفايد بروكتر تيست. اذا هذا كومباكشن كيرف ريليتد تو كومباكت انرجي، طبعا هذا يعتمد طاقة الدمك، ليش اعطانا كثافة اعلى؟ لأنه طاقة الدمك بالموديفايد أكبر بالستاندر أقل. هنا حسب حالة التربة هي تعطينا أفضل فور ديفرنت سويل، كومباكت كيرف فور ديفرنت سويل. ماشي أولادنا؟ إذا أولادي شوف هنا شوية بشكل سريع أعطيكم على الفيلد كومباكشن، يعني عندنا إن شاء الله الفصل خاص بفيديوين الفيلد كومباكشن تيست، أعطيكم فكرة عليه أولادي. الفيلد كومباكشن تيست طبعا يختلف بالحقل عن المختبر، أول شيء يعني كمية الدمج كحجم للمادة الترابية أكثر، التربة بالحقل ربما بها أحجار خشنة، يعني بالمختبر تذكرون جبناها اما تكون عابر من 19 مليم او من 74 مليم. فعمليه الدمك طبعا الطاقه نحتاجها بالحقل اكثر، بس عمليه الدمك تتم بثلاث اساليب مهمه. الاسلوب الاول هذا اللي راح نقوله رولينج اند نيدنج فور سيوتبل فور كوسف سويل، عمليه العجن والدحرجه او الفرش رولينج فرش نيدنج اللي هو العجل، هذا مهم للتربه المتماسكه مثل التربه الطينيه. الفايبريشن الاهتزاز سيوتبل فور نون كوسيف سويل، بالعكس مهم للتربه الغير متماسكه التربه الرمليه، اذا الفايبريشن الاهتزاز. الوترنج او هيدرو كومباكشن اضافه المي او تشبيع التربه بالمي ايضا مهم للتربه العديمه التماسك، نعم ايضا مهم للتربه العديمه التماسك، نعم نون كوسيف سويل. اذا قلنا الهيدرو كومباكشن تشبيع بالماء منافس التربه العديمه التماسك، الفرش الفايبريشن ايضا للتربه العديمه التماسك، بينما عمليه النيدنج والفرش والنيدنج يعني العجن هو للتربه المتماسك. وشكرا اولادي.